لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ سميت مزدلفة بهذا الاسم لأنها تدل على الازدلاف أي الاجتماع، فمزدلفة تعني التجمع والالتقاء، ومن ذلك قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، وتدل أيضا على التقدم والاقتراب، ويقال تزلف أو أزلف أي قرب، وذلك من قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. وقيل لمزدلفة جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها ويجمعون صلاتي المغرب والعشاء تأخيرا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن الحجاج يجتمعون ويتقربون ليلا من المشعر الحرام أي مزدلفة بعد وقوفهم بعرفة. وتجدر الإشارة إلى أن مزدلفة هو الاسم المعروف والأشهر، إلا أن هناك عدة أسماء أخرى تطلق عليها كالمشعر الحرام.